وجود كابتن حازم كان يسهل لك اكتر. حازم ما كانش عايز يلعب في نادي الزمالك اصلا، ده في الاول هو صغير، هو حازم مش عايز تحت ضغط. يعني حازم ما كانش حابب يلعب في النادي في الاول، ان هو مش عايز ضغوط. ولد بيحب الكوره قوي، حازم مهاري جدا، وانا هو كنا بنلعب جنب بعض، فكنا مهاريين قوي زياده عن اللزوم. التوظيف اللي فرق معايا في نادي الاهلي، يعني انا وحازم كنا يعني شبه بعض في حاجات كتير. فانا لما رحت الاهلي توظفت في مكان مش مكاني، فبدات الكوره نفسها اتعلم حاجات تانية مع المهاره طبعا، بس في النهايه انا توظفت بطريقه تانية، خلاص بقت مهام. طريقه لعبي اختلفت عن ما انا كنت بلعب انا وحازم. حازم راح بنفس اسلوبه في نادي الزمالك، بس حازم راح وعنده 16 سنه او لا 15 سنه، اللي احنا اول سنه لعبنا ضد حازم مع الزمالك كان 15 سنه. وانت رحت الاهلي كام؟ انا رحت الاهلي وانا عندي 11 سنه اصغر. رحت الاهلي تاني سنه على طول. انا تاني لعبت سنه في نادي الصيد، وتاني سنه رحت يعني رحت البراعم في النادي الاهلي يعني. يعني انا من مدرسه الكوره يعني، فرحت طبعا عن طريق الاختبارات، وعديت من اول الاختبارات كل الاختبارات لغايه اخر اختبار. كان في لجنه مكونه من كابتن احمد ماهر رحمه الله عليه، كابتن مصطفى يونس، كابتن ابراهيم عبد الصمد، كابتن رمضان السيد، كابتن حسام بدري، كان حد تاني يعني، كان كابتن صفوت عبد الحليم رحمه الله عليه يعني طبعا كان موجود. كل دول اثروا في كل اللي هم الناس اللي كانوا بطلوا في التوقيت اللي احنا كنا بنتفرج عليهم يعني. بس فمن هنا اللجنه كابتن مصطفى حسين طبعا ابو الاشبال ده يعني. كابتن مصطفى حسين ده رئيس القطاع الناشئين دايما يعني، ربنا يرحمه طبعا. ده كان والدكتور عمرو ابو المجد، فكمان كان ليه دور كبير يعني. فانا كان في الفتره دي كان ماسك البراعم مشرف عليها كان كابتن احمد ماهر، وكان الفرقه اللي انا رايحها كان كابتن ابراهيم عبد الصمد هو اللي ماسكها. ف مين اكتر حد فيهم كان دعمك؟ هو كابتن ابراهيم، لان هو اللي اختارني. انا اترفضت من اللجنه يعني، انا وانا رايح للجنه بتسلمي الاستماره، فيا اما بيكتب لك عليها تاني في ظهرها استماره تانية عشان تيجي في اخر اختبار، يا اما بيقول لك خلاص شكرا وبتمشي خلاص. فانت خلص الكلام. فانا وانا رايح قاعدين اللجنه، وكان كابتن عادل طعيمه كمان موجود يعني، كابتن ابراهيم صمد قال لهم انا عايز هشام، كله قال لا. فعارف انا وانا بسلم الاستماره عيطت يعني لسه صغير 11 سنه، واترفضت. كابتن ابراهيم راح بعد ما مشيت وراح لوالدي بقى واقف بره بيتفرج عليا، فمحصلش نصيب يعني بجد ده اللي حصل. فبابا قال لي خلاص مفيش مشكله تعالى ونبقى نجرب مره تانية وما تعيطش والكلام ده. واحنا ماشيين لقيت كابتن ابراهيم عبد الصمد بصراحه جري ورايا، وقف بابايا ووقف وقال له بص انا عايز الولد ده معايا، وده انا مش هسيبه، انا اللي هاخده لان انا دي فرقتي وانا اللي هقرر. فانا صغير فرحان، انا فرحان جدا ان هو بيقول كده. وقال له لا انت تيجي بكره التمرين معايا مع الفرقه اللي هو الفينيشنج يعني، اللي هي بقى بيعملوا ايه بقى التصفيه النهائيه، اللي هو بيختاروا الناس اللي اختاروها في السن ده هيلعبوهم مع المستوى بي في الفرقه ديت. لان هو المستوى كان هم 24 لاعب، ففي 12 مميزين قوي وفي 12 اللي هم المستوى البي، فهنلعبهم عشان يقرر مين اللي هنضمه من هنا مكان المستوى بي. فجيت عملت احلى ماتش في حياتي بجد مش هزار، وانا صغير بقى لسه بقى صغير عملت ماتش بقى. مش عايز اقول لك بقى بنلعب 11، لان احنا كان وقت الاختبارات كنا بنلعب في ملعب كان صغير ورا الملعب التتش الصغير، كان ملعب صغير اللي هو كان فيه رمي الجولف، فكان ملعب اصلا هو خماسي اقل من خماسي، وملعب جاي بدايره يعني جاي بزاويه، ده معروف كل الناس اللي في النادي الاهلي كلهم الكبار عارفينه يعني، فجنب الجامع يعني اللي هو دلوقتي اللعيبه بتركن فيه. ايوه اللي هي الحته الارض الفاضيه.